نشرة إخبارية مفصلة من أورينت نيوز، ونستهلها بأبرز العناوين. نظام أسد يفرض تسوية على أكثر من 450 شاباً من أبناء الهامة بريف دمشق تجبرهم على الانضمام لميليشيا كتائب البعث. قتلى وجرحى لميليشيا أسد بهجوم شنه مجهولون على مفرزة المخابرات الجوية التابعة للميليشيات في بلدة تسيل غرب درعا. قتيل ومصابون باشتباكات عشائرية في حي العزيزية بمدينة الحسكة. وسط استنكار حقوقيين، واشنطن ترفع العقوبات عن شركتين لمقربين من أسماء أسد. إسرائيل تخطط لمهاجمة منشآت نووية إيرانية بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات. أهلا بكم. أفادت مواقع محلية بفرض ميليشيا أسد تسوية تنص على انتساب أكثر من 450 شابا إلى ميليشيات كتائب البعث في ريف دمشق. وذكر موقع صوت العاصمة أن لجنة مؤلفة من عدة ضباط تابعين للميليشيات عقدوا اجتماعا مع وجهاء الهامة وطرحوا ملف إخضاع حوالي 450 شابا من أبناء البلدة وقاطنيها للتسوية وضمهم إلى كتائب البعث التابعة لميليشيا أسد. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان عبر الهاتف الكاتب والصحفي الأستاذ زياد الريس. أهلا بك أستاذ زياد، ما الجديد في هذه التسوية؟ نعم، مساء الخير لكم السادة المشاهدين. يعني لا جديد هي سوى أنهم يرغبون في زج الشبان الذين كانوا سابقا من ضمن الثوار، يرغبون في زجهم كمرتزقة لدى ميليشيات كتائب البعث وليس لصالح جيش النظام. هنا يريدون منهم أن يكونوا كتائب ميليشياوية تعمل لصالح ميليشيات الدفاع الوطني، لصالح الفرقة الرابعة. وطبعا هم لا يثقون بهؤلاء الشبان لسوقهم إلى الجيش النظامي. نعم، يعني هذه ليست تسوية. الحقيقة هم يريدون من هؤلاء أن يكونوا مرتزقة حواجز لصالح الفرقة الرابعة في المنطقة وفي جوار منطقة الهامة لكي يحصلوا من خلفهم على أموال وأتاوات وينفذوا جرائم. لا يرغبون بزجهم داخل قوات الجيش النظامي، لا يثقون بهؤلاء أن يكونوا عساكر ويحملون سلاح ويتواجدون ضمن القطع العسكرية، يعتبرونهم اختراق لمنظومة الجيش. هذا ما يريده تماما ضباط الأجهزة. نعم أستاذ زياد، لكن بحسب البيان يبدو أن الرقم مهول، 450 شاب. هل من المتوقع أن يستجيب شبان البلدة لهذا الاتفاق؟ يعني الوضع هو أمام خيارين، إما أن يلتحق هذا الشاب، إما أن يلتحق بكتائب البعث أو بميليشيات الدفاع الوطني أو الميليشيات الإيرانية، وإما أن يكون مصيره الموت في المعتقل. يعني ليس أمامهم خيار آخر، وبالتالي يعني من المتوقع أن يفر بعضهم وأن يلتحق بعضهم الآخر، خاصة أنهم خضعوا لعملية يعني تدقيق أمني وخضعوا لدروس، ويعني كانت هذه الأمور كانت دائما تحصل بدرجات متفاوتة، لا يتم سوقهم مباشرة إلا أن يتركوا في المدينة ويدرس سلوكهم ثم يخضعون للابتزاز والتخويف، ثم في النهاية سيكون عنصر في هذه الميليشيات. متوقع أن يلتحقوا، طبعا ليس أمامهم خيار. يعني هل ترى بأن الاتفاق هي محاولة لاختبار نظام مدى الولاء لمنطقة خضعت لتسوية؟ هي ليس مدى الولاء، هو يعرف تماما أن البلدة غير خاضعة لولاء نظام بشار الأسد على الإطلاق، إنما هي الفكرة أن يقوم بزج أبنائهم في الحرب التي يخوضها على الشعب السوري أولا، وثانيا أن يكونوا هم السلاح الذي سيواجه به أهلهم، يضعهم حواجز لفرض أتاوات وسرقات. نعم أستاذ زياد، سؤال أخير لك. بحسب البيان قيل بأنه الشباب سيبقون في الخدمة ضمن داخل البلدة، ما الضامن من ذلك؟
لا يوجد أي ضمان على الإطلاق، ثم كلمة أنهم سيكونوا في الخدمة داخل البلدة، هم لن يكونوا في خدمة عسكرية تسمى خدمة داخل البلدة، هم سينتسبون إلى ميليشيا، وهذه الميليشيا تتنقل حسب مصالح النظام، قد يزوج بهم في ريف إدلب، قد يزوج بهم في حرب شمال شرق سوريا، في دير الزور، في البادية، حيث هناك المقبرة للجميع يضعهم ليموتوا جوعا وعطشا أو قتلا على أيدي المجهولين، وغالبا هم الحرس الثوري الإيراني. لا يوجد أي ضمانات على الإطلاق، هو هذا ما يروجونه، هو أنها ستكون الخدمة داخل. ما هي الخدمة؟ الخدمة سيكون هناك 100 عنصر يكونوا حواجز لفرض أداوات في الهامة وريف الهامة، نعم. البقية سيكونوا مقاتلين في مناطق أخرى. نعم، وصلت الفكرة. زياد الريس كاتب وصحفي كان معي عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. أفرجت ميليشيا أسد عن 32 سجينا من أبناء الغوطة الشرقية بريف دمشق في ثالث عملية من نوعها خلال الشهر، وتجمع أهالي الغوطة في ساحة بلدة كفر بطنة بناء على وعود بالإفراج عن أبنائهم، ولدى وصول المفرج عنهم تفاجأ ذووهم بالحالة الصحية المتردية لهم رغم أنهم اعتقلوا في الفترة التي تلت سيطرة ميليشيا أسد على الغوطة في نيسان عام 2018. قتل عنصر لميليشيا أسد وأصيب آخر في هجوم شنه مجهولون على مفرزة تابعة للمخابرات الجوية في بلدة تسيل غرب درعا، وقالت شبكات إخبارية محلية إن ملثمين على دراجة نارية قاموا بإلقاء قنبلة يدوية على مبنى البلدية والذي تتخذه ميليشيا المخابرات الجوية مقرا لها وسط البلدة. قتل وأصيب عدة أشخاص باقتتال عشائري بمدينة الحسكة في ظل فوضى انتشار السلاح دون ضوابط في مناطق سيطرة ميليشيا قسد، وذكرت مصادر محلية أن خلافا بين شخصين من عشيرتين مختلفتين في حي العزيزية بالحسكة تطور إلى اشتباك بالأسلحة النارية الخفيفة ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 6 آخرين بجروح. رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عن شركتي ليتا وبوليميديكس المملوكتين لمديرة مكتب أسماء أسد لينا نذير الكناية، وتمتلك الكناية نحو 52% من شركة ليتيا التي تتخذ من ريف دمشق مقرا لها. وسبق أن وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي رسالة لوزيري الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين اتهموا فيها إدارة الرئيس جو بايدن بالفشل في فرض العقوبات على نظام أسد. اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي. أنتم تعلمون عن الانهيار المالي في البلاد. لبنان بحاجة إلى اتفاق عاجل مع صندوق النقد الدولي، وليس هناك مجال لهدر الوقت. أنتم على حافة الانهيار المالي. لدينا الموارد والإرادة لتقديم المساعدة أكثر، لكن من أجل أن نساعد أكثر نحتاج إلى أن تتواصل عمليات الإصلاح وأن يتم تسريعها وأن تكون قادرة على تخطي الوضع الحالي. شن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت هجوما على إبراهيم رئيسي الفائز بما سمي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، وقال بنيت إن الشعب الإيراني لم ينتخب رئيسي وإن اختياره رئيسا لإيران يعد بمثابة جرس إنذار للدول الكبرى داعيا لإعادة النظر في المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي. وفي السياق وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إبراهيم رئيسي بجزار طهران، مؤكدا أنه متطرف ومسؤول عن قتل آلاف الإيرانيين وأنه ملتزم بالطموحات النووية وأن إسرائيل يجب أن توقف برنامج طهران النووي على الفور. تتجه أستراليا لتصنيف ميليشيا حزب الله اللبنانية كمنظمة إرهابية بشكل كامل، ونقلت مصادر إعلامية أسترالية أن مخابرات البلاد ليس لها اعتراض على إدراج ميليشيا حزب الله على قوائم الإرهاب، وذلك في تطور كبير قد يقود إلى وضع المنظمة على القائمة السوداء بشكل كامل. وكانت أستراليا قد صنفت في عام 2013 جهاز الأمن الخارجي التابع لميليشيا حزب الله منظمة إرهابية.
كشفت صحيفة بريطانية أن إيران تستعمل أسطولة من الناقلات لحمل النفط إلى الصين في مخالفة للعقوبات المفروضة عليها من أجل تمويل برنامجها النووي. ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن طهران ضاعفت من عدد رحلات ناقلاتها إلى 123 رحلة، مشيرة إلى أن الناقلات تبحر تحت أعلام دول أخرى وهربت للصين ما يصل إلى 1,000,000 برميل من النفط يومياً في العام الماضي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.